السلام عليكم ورحمة الله. هل ستضر دبلوماسية تحذير الرعاية اللي قامت فيها السعودية والكويت، هل ستضر لبنان؟ لم يسبق أن تعرض رجال الدولة في لبنان إلى هذا الكم من العقوبات أو التوبيخ أو العزل كما تعرضوا في عهد الرئيس ميشيل عون البائد وصهره، واللي ما زالوا من بقايا حكومة تصريف الأعمال اللي منهم ما زال يتعرض للتوبيخ والعزل حتى الآن. ليس من الخليج فحسب، لكن هذه العقوبات والتوبيخ والعزل والشكوى حتى من الغرب، يعني من الولايات المتحدة، من الفاتيكان، من ألمانيا، بل حتى من فرنسا أمهم الحنون مشمئزة من هذه الظاهرة اللي تسمى الظاهرة العونية أو رجال العون. ما يقلقنا كمراقب خليجي هو استمرار صانع القرار الخليجي بتغطيتهم ومسامحتهم مع كل هفوة مرة تلو الأخرى، مع كل هفوة بحق دول الخليج. وفي تقديري أن من يقوم بتغطيتهم ومسامحتهم يقوم بانتحار سياسي له في عين الخليجيين. يعني أنت حميت هذا المتحذلق في لبنان لكن فقدت شعبيتك في الخليج العربي، فهو انتحار سياسي بالنسبة لبعض السياسيين اللي يدافعون عن سياسيين لهم هفوات كثيرة بحق الخليج وهم في لبنان. في 1969 بنيت صوامع القمح اللبنانية المنكوبة اللي صار فيها تفجير، بنيت بمنحة من أمير دولة الكويت المرحوم الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه، وهو اللي حضر بعد سنة تقريبا حضر افتتاحها مع الرئيس اللبناني شارل حلو. هذا في 69. في 4 أغسطس دور هالأيام سنة 2020 حدث انفجار مرفأ بيروت، وكان حادث مأسوي نتج عن انفجار كمية كبيرة من نترات الألمنيوم اللي يقولون قام بتخزينها حزب الله بشكل غير صحيح في المرفأ لعدة سنوات، وتسبب الانفجار في دمار كبير في بيروت والمنطقة المحيطة بالمينا، وأدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية لتلك المنطقة. في حينه صرح سفير الكويت في بيروت عبد العال الجناعي، الله لا يعيد ذاك التصريح، صرح لإذاعة صوت لبنان فقال ارتأينا في الكويت الإعلان عن إعادة بناء الصوامع لتستمر في توفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني. صرح طبعا صرح بتوجيهات، وليت ما صرح، أنا في تقديري ليت ما صرح. في الذكرى الثالثة للانفجار، هو صرح في 2020، في الذكرى الثالثة للانفجار اللي قبل أيام خربها وزير الاقتصاد اللبناني وأمين سلام. شلون خربها؟ قال أنا بعت 3 رسائل أو رسائل منذ 3 أسابيع لأمير الكويت حتى تقوم الكويت بإعادة بناء الصوامع. أوكي. أضاف طلب هذا الأمر، يعني هو اللي طلب هذا الأمر للشعب اللبناني وليس الحكومة اللبنانية. يعني هنا أول شيء من أنت حتى تطلب؟ ثاني شيء يدري أن الحكومة اللبنانية مو موجبة ولا مرحب فيها، فقال هذا ليس طلب من الحكومة اللبنانية، هو طلب من الشعب اللبناني. أوكي، حي الله الشعب اللبناني على عين الرأس، يعني رغم ما تعرضنا له ما زلنا نؤمن بضرورة الوقوف مع الشعب اللبناني العربي الأصيل. ولفت، وهذه بداية الكارثة الثانية، أن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي. وأضاف لفظفوه وبجرة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع، يعني بسرعة بجرة قلم، كلها شخطة قلم والفلوس توصلنا ونبني الصوامع. وأمانة كنت أنا من استنكر مثل هذا الكلام في تغريدة نشرتها على حسابي في تويتر سترونها، وحققت 1.5 مليون مشاهدة،
مليون ونص مشاهدة على اللي قلت، وأنا ما قلت شيء يعني. قلت أنه يطلب ويقول أنه يطلب، ولا يعني ماني قايل يشحن، ماني قايل يطر، لكن يطلب كأنه يصدر أوامر، يطلب بصيغة صدور الأمر. وين الفلوس اللي وعدتونا؟ يلا. اثنين، قولته أو كلامه عن الأموال موجودة، وش عرفك أن الأموال موجودة؟ هل لك جواسيس في الكويت وتتجسس علينا أموالنا موجودة مو موجودة؟ هذه المرة تتجسس على رجلها، تدخل يده بجيب وتقول عندك مصاري، بس مو علاقات دول، هذه علاقات دولية. أنت شو عرفك أن عندنا فلوس ولا ما عندنا فلوس؟ معناها أنت تتجسس. منين جاك الخبر؟ دقيت تلفون وقلت عندكم مصاري؟ ايه في مصاري، ورديتها الحين طلعت بالتلفزيون وتقول عندهم مصاري، أنا متأكد أن عندهم مصاري. الثالثة اللي أثارت الجميع هي بجرة قلم، ومن قال لك أن آلية صنع القرار في الكويت عشوائية؟ نحن دولة مؤسسات، لدينا مجلس أمة يراقب كل قرار، آلية اتخاذ القرار تمر بالكثير من العقبات اللي نعاني منها في الكويت، والسبب النظام المؤسسي. ما في أعطوه يا غلام أعطيه هبة يا غلام، هذا راحت، هذه كول تحب خشم شيخ وتروح بجناط سمسونايت، هذه راحت. لنا تعليق على هذا الكلام اللي طلع من وزير الاقتصاد اللبناني سلام، أن التطاول على الكويت والتطاول على الخليج العربي هو استمرار لمتتالية أو متوالية عانينا منها طويلا. يعني لا ننسى شربل وأنتوا بدو، لا ننسى قرداحي وأبنائنا الشهداء اللي راحوا في اليمن عبثي، لا ننسى مكاري اللي قال أنتوا ليست عندكم حرية فدولكم ون مان شو، رجل لا يتسرى أحد أنه يكلمه رغم علو سقف الحرية في الكويت أعلى من لبنان. الآن جاء سلام بجرة قلم، فهي هذه الأمور متتالية يعني متوالية، قرداحي مكاري سلام الآن، فهي متوالية مستمرة. وهذا يعني إذا كان لنا حق الاستشراف معناه أن بعد ستستمر أزيد إذا لم يوضع لها حد، وما أعتقد أن فيها حل. يعني طار شربل من منصبه، ما أدب قرداحي، طلع قرداحي وراه، طلع وراه مكاري وتغاضوا عنه، والحين سلام تغاضوا عنه. النقطة الثانية أن الأخ سلام جزاه الله خير طلع لنا وهو لابس بزمات، شو بتسموها، كفلينجز، بك كبك، احنا نسميها بزمات في الكويت، بزمات وخواتم وساعة قدروها المغردين في تويترنا ب 300,000 دولار. فإذا جمعنا كل اللي انت لابسه من مجوهرات ورشرش وقلادة والله أعلم شو لابس تحت سلسال ولا شيء، كلها توصل 100,000 دولار. وزير في 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 حاجة إلى أن يطلب وهو يرتدي جميع هذه المجوهرات. المفروض أي دولة تحتاج أولا أن تطلب من أصحاب المليارات والملايين من مواطنيها التبرع، وبعدين يطلبون من الآخرين، مو بهذه الأسلوب وتستعرض مجوهراتك عندنا. أغاضت الكثير. يا أخي أنا ما عندي ساعة مثلك، أنا ما لبست ساعة من 30 سنة أصلا، أهدوني ساعتين من شيوخ في الخليج أهديتهم لعيالي، فما ألبس ساعة. لكن أنت تطالع بساعة ب 300,000 دولار وتطلب وعندكم فلوس وأدري، طيب يعني كان الكلام قاسي اللي سمعناه من مواطنين لبنانيين في تويتر، أنهم يعلقون على أسلوبك غير المقبول. أنا تجاوزت حدودي وقلت أنه توصيف مهذب للوقاحة، تخوننا، عارف عندكم فلوس، وعدتونا وأخلفتوا، كلها شخطة قلم، أنتوا أنظمة شخطة قلم بكل شيء يمشي. فالله يعين، يعني ما هو توصيف الوقاحة إذا لم يكن في هذه وقاحة؟ بعدين حس بالخطأ بعد الحملة تويتر، سواء من اللبنانيين أكثر من الخليجيين والكويتيين بالذات، حط إعلان توضيح وليس اعتذار، هو يوضح بس شو حكى، ما ودخلنا في التوضيح في تفاصيل اللهجة اللبنانية، أنه يعني بشخطة ألم يعني كويك. طيب حنا نستخدم نفس المفردة ونعرف أنه شخطة قلم يعني شيء بسريع، ليش هربت؟ ليش ما واجهت ما تعني في كلامك؟ ليش ما فصلت أنه شلون عرفت أنه عندنا فلوس؟ وسالفة التجسس، ليش ما عرفت أنك صيغة الطلب
بدل ما رحت على شخطة الألم. وهذا نعرف يعني توجيه اللوم على شيء تحطنا في state of mind، في مرحلة فكرية مركزة على شخطة القلم وتنسى بقية القضايا. لا تتلاعب في الألفاظ، نحن أهل اللغة العربية، حسن البلاغة ما يغش، ما يضيعنا. يعني نحن أسياد سادة المحابر والمنابر، حنا العرب نعرف اللغة العربية. الأمر الآخر أن رئيس الوزراء صحح القصور في توضيح سلام، وهذا يدل على شعور رئيس الوزراء ميقاتي أن وزير لخبطها، فقال لازم أكملها أو أرجع كما نقول. وصدر عن مكتب الإعلامي، عن مكتب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة: دولة الكويت الشقيقة لم تتوانى يوما ضمن الأصول عن مد يد العون لإخوانها في لبنان. جزاك الله خير سيادة الرئيس. ودولة الرئيس اللي هو ميقاتي يتكلم عن نفسه يؤمن بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، صح؟ لا يتجسس علينا، خصوصا إذا تعلق الأمر بدولة مثل الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي فاقتضى التنويه. زين، هذه مفروض يقولها سلام مو أنت، لكن أنت حسيت أنك خسبقها بالكلام الأول وبالتوضيح بدل الاعتذار. هذه الأحداث جرت وكان يطبخ في لبنان شيء آخر، الشيء الآخر ما له علاقة بسلام وكلامه، لكن جت في نفس الوقت سبحان الله العظيم كأنهم يدورونها، كأن اللبنانيين محظوظين في حدوث هذين الأمرين مع بعض. جت في أن السعودية والكويت والسعودية وبعدين لحقتهم البحرين تقوم بتحذير مواطنينها من خطورة الوضع في لبنان، تحذر مواطنينها، وهذه مو المرة الأولى اللي تحذر فيها السعودية والكويت دول الخليج رعاياهم بلبنان. لكن التحذير وطلبهم طلب الدول من مواطنينها مغادرة لبنان، هذا يفتح مجال للتساؤل عن دبلوماسية جديدة. هل نحن أمام دبلوماسية يمكن أن نسميها وحقوق التسمية لنا دبلوماسية تحذير الرعاية أو دبلوماسية الإجلاء؟ بدليل مناشدة ميقاتي لهم للعدول عن هذا الإجراء، يعني لها تأثير بدليل أنها حركت رئيس الوزراء. وقبل ذلك يعني هل نحن أمام دبلوماسية جديدة سيستخدمها الخليجيين وستكون من تضاف إلى الدبلوماسيات الأخرى؟ وقبل ذلك شنو دوافع التحذير ومنع السفر الأخيرة؟ يعني ليش حذروا مواطنينهم أول شيء؟ ما هي المخاطر اللي خلتهم يعلنون تحذير لمواطنيهم وإجلاء بعضهم واللي برا لا تجي أو منع سفرهم إلى لبنان؟ سنناقش كل ذلك في قناة المراقب الخليجي، وأنا معكم الدكتور ظافر العجمي. طبعا حذرت السفارة السعودية في بيان لها المواطنين من التواجد أو الاقتراب من المناطق اللي تشهد نزاعات مسلحة، وتطلب من المواطنين المغادرة بأقصى سرعة والتقيد بالسفر ومنع سفر السعوديين إلى لبنان مع تمنياتها لهم بالسلامة. يعني اللي داخل احذروا واتكلوا على الله، واللي برا لا تجون. السفارة الكويتية في بيانها أن احذروا والابتعاد عن مواقع الاضطرابات والأمنية والاضطرابات الأمنية والتقيد بالتعليمات الصادرة، لكن اللي زادها أن بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي طالبوا الخارجية الكويتية بسرعة التفاعل مع التطورات هناك وتأمين إجلاء المواطنين الكويتيين هناك وحمايتهم كما فعلت في كل الأزمات السابقة اللي كان آخرها كورونا، أرسلت الطائرات لإجلاء مواطنينها. الآن ما هي دوافع تحذير الرعاية والإجلاء الخليجية اللي بدأتها السعودية والكويت، والآن قبل ساعات أعلنت البحرين نفس الشيء؟ يقول لبناني ظريف من ضمن التغريدات اللي قريتها: أنا مستغرب كيف أن العالم متفاجئين ومذعورين من طلب السعودية والكويت لرعاية مغادرة لبنان فورا. أنا متفاجئ ومستغرب أنه في أصلا رعاية سعوديين والكويتيين وخليجيين بشكل عام هون في لبنان، يعني أنا متعجب شو مقعدكم. المغرد آخر قريت يقول: بلغونا، ليش مشيتوا، بدنا نمشي معكم. فأنا في تقديري هناك عدة دوافع لمثل هذا الأمر. الدافع الأول هو اندلاع القتال في مخيم عين الحلوة.
اللي بدأ صار له أسبوع أو حوالي من 29 يوليو، وقتل فيه حوالي 13 فلسطيني. هناك معارك قائمة بين فتح وتنظيم جند الشام، وأدت إلى نزوح الكثير من الساكنين في المخيم، والمخيم ليس صغير وليس الوحيد، هناك 12 مخيم لإخواننا الفلسطينيين في لبنان، وفيها فيهم في في مخيم عين الحلوة 80,000 فلسطيني يعانون الأمرين. الآن زاد عليهم اللاجئين السوريين 1.5 مليون أو 3 ملايين، فهي كارثة إنسانية بكل المقاييس. فهل ينقص الآن أن نستخدم دبلوماسية ترحيل الكويتيين والسعوديين من لبنان وما لها من تبعات على الاقتصاد والسياسة اللبنانية؟ طبعا الفلسطينيين 80 في هذا المخيم بس، لكن هناك 250,000 لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء لبنان، وهذا دمار الاقتصاد لبنان إذا لم نتعاون مع لبنان في مساعدتهم. فهذا هو الدافع الأول. الدافع الأول هو ما يحدث في مخيم عين الحلوة من اقتتال بين الفلسطينيين أنفسهم، وطشار هذا القتال قد يأخذونك رهينة، قد يقتلونك، قد تموت وانت ما تدري. فعين العقل الطلب من المواطنين الخليجيين مغادرة لبنان. الدافع الثاني الخوف على السعوديين والكويتيين من صدام بين حزب الله والصهاينة. هذه التحذيرات نقلتها صحيفة يدعوت أحرنوت. يدعوت أحرنوت يعني الأخبار، و الأخبار هذه معناها يدعوت بالعبري الأخبار. يدعوت أحرنوت تقول أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قدروا أن هناك احتمالية الحرب مع حزب الله هي الأعلى منذ 2006، يعني قابلية القتال عالية أعلى من أي وقت مضى، وتشبه الظروف اللي هيئت للصدام بين حزب الله والصهاينة. المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش قالوا خطر اندلاع الحرب مع حزب الله عبر الحدود الشمالية هو الأعلى. وأضافت الصحيفة العسكريين يشعرون بالقلق لأن الأمين العام لحزب الله يستغل أو يدرك الضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاحتجاجات على تشكيل المحكمة العليا وقضاتها، فهو يريد أن يختبر صبر الجيش الإسرائيلي، وسيجرب معهم جولة من الصدام دام أن الجبهة الداخلية ضعيفة، وهذا يستغله جميع المناوئين لبعض، عندما تضعف الجبهة الداخلية يكون من الأفضل الهجوم. الدافع الثالث وهو الأهم، أن التحذير أو طلب الإجلاء هو رسائل دبلوماسية خليجية لحكومة ميقاتي، حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. هذه الرسائل يقول البعض أن رعايا السعودية أصلا ما يصلون للألف، والواضح أن هناك قرار ضد لبنان على المستوى الخليجي لكنه محدود، يعني ليس متشدد في إجلاء كافة الرعاية، بدليل أن السفارة الكويتية طلبت منهم أخذ الحذر، لكن أعضاء البرلمان الكويتي هم اللي طلبوا من الحكومة إجلاءهم. فهو هناك قرار ضد لبنان على المستوى الخليجي بمثل هذا التحذير أو الإجلاء، لكنه محدود. يؤكد أن هناك أمر ما هو الجدل الدبلوماسي بين الطرفين، يعني رئيس الحكومة اللبنانية يدافع عن أن مستقرين، الخليجيين يقولون لو مستقر ما طلبنا ترحيل مواطنينا. فالدول اللي سحبت مواطنينها أو أعلنت القلق على مواطنينها ليس فقط الكويت والسعودية، لكن أيضا البحرين كما قلنا ولبنان حاليا. وميقاتي يرادهم ويتجادلون ويقول لا يستدعي القلق والهلع، ستدمرون اقتصادنا وما إلى ذلك من هذه الأعذار. هناك تبعات دبلوماسية لتحذير الرعاية أو الإجلاء. طبعا لمثل هذا الأمر يعني لا يسير الأمر كما يتوقع الناس بكل سهولة، حيث لا يتضرر إلا من طلبوا منها المغادرة، سواء كان طالب أو عائلة أو يعالج أو تاجر، أو يعني هناك على المستوى الشخصي هناك تبعات، لكن ما سنتحدث عنه هو تبعات على المستوى الدول. التبعات كثيرة. أولا تعني مطالبة السعودية والكويت والبحرين رعاية مغادرة لبنان على المستوى السياسي والدبلوماسي
أن الدولتين تشعران بالقلق إزاء الوضع الأمني، وهما لا ترغبان في تعريض رعاياهم للخطر. وهذا الإجراء هو الرسالة للحكومة اللبنانية من دول الخليج أنكم ضعيفين أمنيا وعليكم تحسين البيئة الأمنية. يعني هناك ليس المواطن اللي جاي صايح، هناك استثمارات، هناك أملاك، هناك الكثير من التعاون. فكأنها رسالة أنتم ضعيفين، قووا جبهة، قووا الأمن عندكم وقوم بعض الإجراءات. هذا كله قرار يتخذ. التسيب يحل بقرار، التسيب يحل بقرار. أنت لا تعدم عسكريين ثلاثة، لا تصير صار مع العسكر. أنا عسكري وأعرف آلية إصدار القرار، شلون تصير حازم شلون تصير ضعيف. التراخي في الأمن يأتي من أنهم مو مجتهدين يرفعون الحالة الأمنية أو قدرات رجال الأمن بالتوجيهات الصارمة في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني من تبعات أن قد تطالب دولة ما خروج رعاياها كإجراء على رد دبلوماسي جراء ما قامت به الدولة الأخرى. ومن ذلك بعض التصريحات من بعض الوزراء اللي ما يحفظ كلامه ولا يقدر شو يقول. بعدها يصير تصاعد التوتر والأزمة الدبلوماسية، وبعدها مطالبة الرعاية بالمغادرة كإجراء صارم يستخدم عادة كشكل من أشكال العقوبات، لأنهم يعلمون أن مغادرة رعاية دولة ما له صدى في العالم. فأقل ما فيها مكتب سياحي بيرسل 150 500 ألف سائح إلى لبنان يقول لحظة السعوديين طلعوا رعاياهم. معناها هذا مقياس، هذا مؤشر على عدم استقرار البلد. الكويتيين اللي ما يخلون ولا ديرة ممنوعين من لبنان، لا البلد غير مستقر. فلها تبعات ثلاثة. سيؤدي منع السفر الخليجيين ويقرأ تقرأه الأسواق قبل أن تقرأه ميادين المعارك، وقبل أن تقرأه وزارة الخارجية، وقبل أن يقرأ في الصحف. أهم من يقرأ هذه التقلبات السياسية هي الأسواق والاقتصاد. فللأمر تبعات سلبية كثيرة. يعني منع السفر الخليجيين للبنان يعني انخفاض السياحة، والخليجيين أكبر السياح القادمين للبنان، يشكلون ما يقارب ثلث أو نصف السياح الوافدين إلى بيروت. يؤدي منع السفر من انخفاض كبير، يدمر قطاع السياحة اللبناني اللي هو من أهم مصادر الاقتصاد اللبناني. فعندما يمنع السعوديين والخليجيين والقطريين والإماراتيين من اللي بقى راح النص. والآن للأسف جراء هذا التسيب وجراء القرارات الغير مدروسة وجراء الخطابات الغير مقننة، حتى بعض المرات نقول كانوا متعلمين العربي أمس ما يعرفون شو يقولون. ماذا حدث؟ كل الناس باعوا أملاكهم في لبنان وراحوا إلى تركيا. لماذا تتحرك الحكومة اللبنانية لطمأنتهم؟ كل يوم تزيد حطب لهذه النار المشتعلة ويبيعون أملاكهم علي الجبل كله. كل باع أملاكه وراح تركيا، ليس للرخص لكن للأمن، ولأن الواحد يحفظ كرامته قبل أن يحفظ أمواله، وهذا ما جعلهم يخرجون. الآن يواجهون نفس المشكلة في تركيا، سيتركونها. السائح يدور راحة باله، إذا كان رأس المال جبان ويفر من كل مكان لا يعمل فيه، السائح راحة البال إذا مو وجه مستبشر وأحس أني مقبول عنده ما أروح له. إذا هذا وزير الاقتصاد يطلب وبعرف عندكم فلوس وشخطة قلم، عندكم فوضى كل شيء بشخطة قلم، هذا ما يحترمني، شلون أروح له؟ معناها على مستويات الدنيا ما راح تحترم، مش حتحترمني على بحجم أكبر. من التبعات الاقتصادية انخفاض الاستثمار. الخليجيين من أكبر المستثمرين في لبنان، شكلون ما يقرب نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا منع سفر الخليجيين ومنع سفر هذول المستثمرين سيؤدي لانخفاض كبير في الاستثمارات، انخفاض الصادرات. لبنان يصدر الكثير للمنتجات الزراعية الصناعية، منع سفر الخليجيين للبنان كيف سيعقدون الصفقات؟ كيف سيرون البضاعة فيرست هاند؟ كيف يرون المنتج الزراعي؟ كيف يأتون ويوقعون العقود؟ النقطة الرابعة من التبعات الاقتصادية ارتفاع التضخم. سيؤدي انخفاض السياحة والاستثمار والصادرات إلى ارتفاع التضخم في لبنان، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية. العملات الأجنبية يأتي بها السائح الخليجي،
الآن أنت سكرت هذا الباب، فهي إشارة اقتصادية، هي دبلوماسية، هي لها تبعات كثيرة. في 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 باب التبعات الكثيرة هي ارتفاع البطالة، معدل البطالة في لبنان خطير، سيؤدي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، لانخفاض الطلب على السلع والخدمات، تسريح العمالة. أنا في تقديري أن تؤدي التبعات الاقتصادية السلبية لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان حاليا، سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات المواطنين اللبنانيين. منع سفر الخليجيين إلى لبنان له تبعات كثيرة كما قلنا، تبعات اقتصادية، تبعات سياسية كثيرة. من التبعات السياسية، واحد، تفاقم الأزمة السياسية في لبنان، أن الخليجيين يعدون من أكبر الداعمين لسياسة الحكومة اللبنانية، سيؤدي منع سفر مواطنين إلى لبنان إلى فقدان الحكومة إلى هذا الدعم، سيجعل من الصعب على الحكومة إدارة البلاد. سيؤدي هذا المنع إلى انقسامات بين اللبنانيين، أحد مؤيد الخليجيين وحد يدعم الحكومة في إجراءاتها، سيعارض البعض الآخر. سيؤدي هذا الانقسام، سيجعل من الصعب الحكومة توصل لحل للأزمة السياسية الخانقة التي تعاني منها البلاد اللبنانية. ستتأثر هجرة اللبنانيين إلى دول الخليج، لأن الخليج من أهم أسواق العمل اللبنانية. إذا الخليجيين ما يروحون، إذا الخليجيين لا يذهبون إلى لبنان، فكيف سيعرفون بالعمالة الجيدة؟ كيف سيعرفوا؟ كيف يكون هناك تواصل وأنت لا تعرف اللبناني وجه لوجه؟ يعني الكثير من الناس يذهب هناك ويأتي بالعمال مباشرة بعد مقابلات، الخليجي ممنوع يسافر هناك. كيف سيأتي بهؤلاء العمال؟ كيف أجد صنايعي؟ كيف أجد هاي تك تكنيشن؟ كيف أتي بطبيب؟ كيف إذا لم يكن هناك تواصل فيرست هاند؟ يعني زوم ما يكفي، لازم تروح هناك وتشوف اليد العاملة. فستتأثر الهجرة اللبنانية إلى دول الخليج، لأن الخليجيين لا يذهبون إلى لبنان بعد وقف بعد مثل هذا القرار. الأمر الثالث، يعد الخليجيين من أهم حلفاء لبنان في المنطقة، سيجعل من الصعب عليها الحصول على الدعم السياسي. يعني صحيح أننا نتهم الحكومة اللبنانية للانقياد للأحزاب الولائية لإيران، والآن هي سكرت الباب أمامنا لدعمها في هذا المنح السياسي. كيف تفرط بدعم مثل الدعم الخليجي لأن واحد محافظ لسانه، لأن الأمن محفوظ، لأن الفلسطينيين يقتتلون؟ فيجب أن تنتبه الحكومة اللبنانية إلى أن دبلوماسية منع الرعاية أو تحذير الرعاية أو إجلاء الرعاية دبلوماسية قد تكون مضرة باللبنانيين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. يجب أن يكون هناك تحرك لبناني لمقاومة هذا النوع من الدبلوماسية الذي لم يفرضه الخليجيين إلا مجبرين، وهذا أقل الشرور. يعني أنها تمنع مواطنينها بحجة حمايتهم، لكن الضرر هو ما أدرجناه قبل قليل. هناك أضرار اقتصادية وهناك أضرار سياسية، هناك أضرار اجتماعية حتى تفرق بين العائلة الواحدة، وهذه من سخريات القدر في المجال الاجتماعي، أن من رد على وزير الاقتصاد اللبناني وقال له you are offline وأنك طولتها وهي قصيرة وقلت كلام لا يليق بك، والكويت ليست دولة فوضى بل دولة مؤسسات، اللي قالها حق سلام هو وزير الخارجية الكويتي. وزير الخارجية الكويتي يصير ولد خاله، يعني اللبناني ولد خال الكويتي، فهم عائلة. فهناك روابط اجتماعية كثيرة تجمعنا في لبنان لا يفرط فيها، لكن هذه المسجات منع ذهاب أو سفر الخليجيين للبنان، هذه رسائل سياسية إلى اللبنانيين ستمارس طالما اللبنانيين يمارسون نفس الأسلوب في التعامل مع الخليجيين، سواء بعدم توفير الأمن، سواء بحكومة مثل هذه الحكومة الموالية لإيران بدرجة 99.9%، بجميع ما تقوم به من تصريحات غير مدروسة، من شربل إلى قرداحي إلى مكاري إلى الآن سلام،
هو نفس السياق نفس الأسلوب المتهجم على دول الخليج العربي، فكافأتهم دول الخليج العربي بدبلوماسية بسيطة هي دبلوماسية منع الرعاية من السفر إلى لبنان أو إجلاءهم. هي دبلوماسية تحذير أو إجلاء الرعاية لبنان ما زالت تحتاج إلى الكثير من البحث حتى تتشكل. يعني هناك الكثير من الدبلوماسيات تبدأ خطوة خطوة، ما يطورها هم الباحثون السياسيون. للأسف أني لست متفرغ، فأطلب من يهتم بالعلاقات الدولية أن يدرس هذا النوع من العقوبات التي تمارسها دول الخليج ضد بعض الدول، وهو منع رعاياها أو إجلاءهم من زيارة هذه الدولة كرسائل سياسية أو كعقوبات اقتصادية وسياسية. هذا ما لدي، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني سلام.